عسلامة. بالعودة على الأحداث اللي صارت جمعة الفايتة كما اليوم 8 سبتمبر، جمعة كاملة تعديت، جمعة كاملة تعديت في ضغط. توا سافا معناتها بديت هكا نستانس شوية بالأجواء. توا جوست التليفونات اللي تجيني، مش اللي قاع عليهم التحية، لما بيتو الناس اللي تحب تتضامن مع أسرة إذاعة تفاقس ومع شخصي المتواضع. نحب نشكركم برشا برشا ونقول لكم أنا عندي ثقة كبيرة في القضاء التونسي، المتحايلة في مكانها الطبيعي اللي هو في السجن المدني بصفاقس، وإحنا نتبع معكم الأخبار هذه. أنا بدي نتبع معكم القضية وإن شاء الله يا ربي ياخذ لي حقي وياخذ كل من وقع عليه، ياخذ حقه كل من وقع عليه التحايل هذية، وتقعد ديما سمعة إذاعة صفاقس ديما في العليل إن شاء الله. ولا لا يقعود علينا غيار، والله لا يعود علينا سوء، وإن شاء الله هذية حد الباس. هذا شنو نجم من قود دونك، هذه اجواءنا في ذات صفاقس. ونحب نقول للمتحايله هذيا دابيا كنت تعيش معنا شويه من الاجواء هذيا، على خاطر اجواء صعيبه برشا، مش كانت تدحل في صوتي هكا هو، نحبها تعيش معناتها اون جورني نتاع لافري جورناليست سرور الهدار. تو تتعب وتقلق وراهي ما قعدتش 4 سنين، راهي عملت شيء من زمان ماكسيموم وراهي مشيت على روحها. شكرا لكم، بارك الله فيكم على التضامن الكبير مع شخصي.